السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو باحسن الاحوال. جات معكم فيديو جديد، غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله واحد الكريم رائع لجميع انواع البشره، لاي سيده كتعاني من مشكل الكلف، مشكل النمش، مشكل التجاعيد المبكره. كريم رائع يعمل على شد البشره، على ازاله التصبغات، ازاله الكلف والنمش، وايضا يعمل على ملء الحوض اللي كتكون في الوجه الناتجة عن حب شباب او الحبوب اللي كتكون في البشرة عموما. هذا الكريم رائع كيف ما قلت لكم، ما تيخليش تصبغات، ما تيخليش لك الاسمرار في البشرة، ما تيخليش لك تجاعيد مبكرة، تيجبد لك البشرة اللي كتكون مترهلة، كيحارب التجاعيد، تيقضي على النمش، تيقضي على الكلف. كريم رائع بمعنى الكلمة، ومهما يعني شكرتو ليكم ما غاديش نقول داك الشيء في حقه. يعني واحد الكريم الا تبعتوه كيف ما غنعطيه ليكم، غادي ان شاء الله تلقاو عليه واحد النتائج رائعه. اي وحده ممكن دير هذا الكريم للسيدات وحتى الرجال، لما لا حتى هما يديروا هذا الكريم، لانه فعلا رائع. وغتشوفوا معايا ان شاء الله التركيبه ديالو كيفاش دايره، والمكونات اللي غادي نشارك معاكم فيه فعلا يستحق التجربه، وغادي ان شاء الله تجربوه وغادي تشكروني عليه، واي وحده جرباته غادي ترحمني عليه وحياتها كامله غتبقى تدعي معايا. المهم تابعوا معايا لا فيديو. غادي نحتاجوا الاول مكون في هذا الكريم هو الصمغ العربي، الصمغ العربي او العلك كيف ما كتشوفوا معايا. انا حطيت لكم هنا الصوره ديالو، ايضا خليت لكم الفوائد ديالو هكا باش تطالعوا عليها. بالنسبه للصمغ العربي، ماشي هو المسكه الحره او لا هو الكتيره، فهو بوحده الصمغ العربي او ما يسمى بالعلك يباع عند العطار او العشاب، فهو متوفر 10 دراهم 5 دراهم، غيعطيكم واحد الكميه اللي مزيانه تقدروا تحضروا بها جوج مرات، يعني جوج مرات تحضري بها الكريم. بالنسبه للكريم انا دقيته هنايا في المهراس كيف ما كتشوفوا معايا، غير بغيتكم هكا باش تعرفوا كيفاش غتحضروه. دقيته هنايا في المهراز، ومن بعد دوزته في الطحانه لانه قاصح على الطحانه وغادي يخسرها لكم. غادي دوزوه في المهراز، ومن بعد ما تدقوه شويه غادي ديروه في الخلاط او في الطحانه عفوا، باش تحل لكم يولي على شكل بودره كيف ما شفتوا معايا في الفيديو. المهم بالنسبه لهذا العلك او الصمغ العربي، فهو زوين للبشره الحساسه اللي فيها تهيجات، فيها احمرار، فيها بثور، فيها الحبوب. تيعمل على شد البشره اللي كتكون مترهله، تيخفف لك من التجاعيد المبكره اللي كتنتج على يعني التقدم في السن، حتى هي مزيان ليها. ايضا هذا الصمغ العربي تيعطيك النضاره، وتيقضي لك على الاسمرار ديال اشعه الشمس، يعني واخا تخرجي يعني هكا للشمس مره مره، ولكن الا كنتي كتستعملي هذا الكريم فهو زوين، تيحمي لك البشره ديالك من اشعه الشمس. غادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكون الثاني، هو الكتيره. هي هذه اللي كتشوفوا معايا، هذه الاسم ديالها الكتيره. انا خليت لكم هنايا الفوائد ديالها هكا باش تطلعوا عليها ان شاء الله. وبالنسبه للكتيره راها زوينه، حتى هي كتباع عند العطار، وكطحنوها بنفس الطريقه، يعني كيف ما غديروا الصمغ العربي غادي ديروا نفس الطريقه بالنسبه للكتيره. فهي كتملا لك الحفر ديال الوجه. بالنسبه للسيدات اللي كيخليوا لي تعليقات كيقول لي عندنا حفر في الوجه ديالنا، باش ممكن نعالجوها. الحفر ديال الوجه الكتيره كيف ما كتعرفوا انها كتستعمل بزاف في الوصفات ديال التسمين، في الوصفات ديال الزياده في الوزن، فهي كتعمل على ملء الحفر، يعني غتستعمليها في هذا الماسك ما تخليش لك وجهك فيه دوك الحفر اللي كتبقى ناتجه على الحبوب. ايضا يعني هي تعطيك واحد التفتيح للبشره، لانها فيها خصائص كتعمل على ازاله الكلف والنمش. ايضا البقع السوداء يعني عموما كتقضي عليها بصفه نهائيه. المهم انا نخلي لكم هنا كيف مشوا معايا الفوائد ديالها هكا باش تطالعوا عليها. والكتيره والصمغ العربي غتلقوهم عند العشاب او العطار، الثمن ديالهم بالنسبه في المغرب راه يعني عادي، 5 دراهم راه غيعطيك منها واحد الكميه اللي غديري منها بزاف ديال المرات. المهم بالنسبه للمكون الثالث اللي عندي هنا هو الكاكاو. الكاكاو ماشي الحلو، الكاكاو المر للبنات، الكاكاو المر لانه كيحتوي على
فيتامينات، كيحتوي على مواد اللي كتعطينا الرطوبة للبشرة ديالنا. ايضا تتزود البشرة بالكولاجين الطبيعي اللي كتحتاجه البشرة باش تبقى دائما فيها واحد المرونة، وكتبقى دائما صغيرة وتبقى دائما مجبدة. وايضا تعتبر كمقشر للبشرة، تعزز تدفق الدم في البشرة مما كيعطيها الحيوية وكيعطيها النضارة. المهم انا نسيت ما قلتش لكم المقادير بالنسبة او المكونات، يعني المقدار اللي غادي نديره. غادي نديرو ملعقة كبيرة ديال الصمغ العربي، وملعقة كبيرة يعني نص القياس ديال الكتيرة، وغادي نديرو ملعقة صغيرة عامرة ديال الكاكاو المر، ونصف ملعقة كبيرة ديال حليب نيدو. حليب نيدو يعني هاد المكونات ضروري في هاد الوصفة هذه. حليب نيدو من المكونات اللي زوينة وكنستعملها بزاف في الفيديوهات ديالي، يعني في الوصفات، لأنه تيقضي لينا على العلامات ديال الشيخوخه، يعني التجاعيد اللي كتصيب البشره في السن متقدم. تيعمل على تجديد الكولاجين بالبشره، كيساعد على ترطيب البشره بشكل جيد، وايضا تيخلصنا من الجفاف اللي ممكن يصيب لينا يعني الوجه ديالنا. تيعمل على ايضا علاج حب شباب الندبات اللي كتكون في البشره، وتيحتوي على فيتامينات كثيره اللي كتفيد لينا البشره بشكل كبير. المهم صافي، كنخلطوا هالمكونات الجافة مزيان حتى كتخلط لينا، وضروري المكونات تكونوا طحنينها مزيان هكا باش الكريم ديالكم يجي مزيان. صافي، دابا بعد ما خلطت هاد المكونات غادي نحتاجوا الحليب. حليب عادي، اي نوع ديال الحليب عندكم سائل غادي تستعملوه في هاد الوصفة هذه، ماشي بالضروري الحليب هذا اللي عندي انا، اي حليب عندك غادي تستعمليه سائل. هنا غادي نضيف هنا العبار، غادي تشوفوا معايا العبار لانني عبرت بهاد المعلقه هذه كبيره، غندير لكم عاوتاني العبار بها باش تشوفوا معايا المقادير مضبوطه. غادي نحتاجو جوج معالق كبار، نفس الملعقه اللي عندكم كبيره، يعني غادي تعبروا بها المكونات هي اللي غتعبروا بها الحليب. كيف ما شفتوا معايا درت جوج معالق كبار ديال الحليب سائل، وغنخلط. صافي، غنكتفي غير بهذا القياس هذا ديال الحليب. غنخلط لان الكريم خاصو يجينا ثقيل، غادي يجينا يعني معلك كيف ما كنقولوا. هانتوما كي كتشوفوا معايا كتخلطوه مزيان مزيان حتى كيتخلط لكم مزيان، يعني تاكدوا من انه تخلط لكم، كتحاولوا تخلطوا مزيان حتى كيتخلط لكم الكريم ديالكم. كيجينا القوام ديالو بهذا الشكل، يعني كيجي ثقيل معلك كيف ما كتشوفوا معايا، لان الكتيره والصمغ العربي كيعطيو ديك لا تيكستور ديال القوام، كيجينا بحال معلك قابط في راسو بهذا الشكل. صافي، كتخلطوه مزيان وكتحتفظوا به في شي حك عندكم خاوي، يعني اولا شي قريعه عندكم خاويه تغسلوها مزيان وتنشفوها، وتكون سهله الاستعمال، يعني سهله باش غادي تجبدي منها هكا بيدك باش تستعمليها على البشره ديالك. وغادي تحتفظوا به في الثلاجه شي حك يكون كيتسد ضروري باش ما تخسرش لكم الوصفه او ما يخسرش لكم الكريم ديالكم. غادي تحتفظوا به في الثلاجه المده ديال اسبوع. بالنسبه لهذا الكريم، هذا الكميه اللي عطيتكم كتكفي الاستعمال ديال اسبوع، الا كنتي غديري غير الوجه ديالك. الا كنتي غديري اليدين ديالك فيهم ليطاش او لا فيهم تصبغات قابطه فيهم الشمس، بغيتي تعتني باليدين ديالك هكا من التجاعيد اللي كتصيب اليدين وهذا الشيء، غادي تضاعفي الكميه. بالنسبه للاستعمال، يعني الطريقه، كديري غير شويه وكتبقاي تمعكيه على البشره ديالك. هانتوما كي كتشوفوا معايا غير بالشويه، وانتي كدلكي باش هاد المكونات تشربهم لك البشره، وانتي كدلكي البشره ديالك غير بالشويه، حتى ديك الكميه كلها اللي درتيها كلها كيتشربها لك، يعني الوجه ديالك اولا البشره بصفه عامه، اليدين او اي منطقه بغيتي تستعملي ليها هذا الكريم، غير شويه راه يعني كتدوزو على البشره ديالكم كلها. كيف ما شفتوا معايا كتبقاو كدلكو كدلكو حتى هذاك الكميه كلها كدوزي على البشره ديالك. كيف ما شفتوا معايا فدرت غير شويه، لكن شوفوا يدي كلها تقريبا درتها يعني من الفوق. المهم بالنسبه لهذا الكريم كديريه في الثلاجه حتى لغدا اللي عاد بديتي تستعمليه، هكا باش المكونات كلهم كيتفاعلوا مع بعضياتهم وكيتخمروا كيف ما كنقولوا، عاد باش غادي نستعملوهم حتى لغدا ليه. الكريم كيف ما قلت لكم كيبقى صالح للاستعمال لمده ديال اسبوع، غير هي تاخذوا منه وتردوه للثلاجه ودائما يكون مسدود. هادو هما النصائح اللي نبغي نعطيكم.
غتخليوه لمدة ديال 20 دقيقة وتغسلوا البشرة ديالكم. اول شيء كتغسلي بالماء دافي، ثاني شيء كديري الماء بارد، ويا ريت تستعملي واحد القطعة ديال الثلج وتمريها على البشرة ديالك كاملة لمدة واحد 2 دقائق وانتي كتمري في ديك القطعة ديال الثلج هكا، باش البشرة تبقى زوينة ودائما مجبدة، وغتلاحظوا ان شاء الله الفرق ملي غتبداو تستعملوا هاد الكريم. حاجة اخرى اللي نبغي نتكلم لكم عليها هو مهم، شنو بغيت نقول لكم نسيت. المهم البنات، حاجة اخرى اللي بغيت نتكلم لكم عليها انا تفكرت، هي تغسلوا الوجه ديالكم بالصابون الطبيعي، ماشي الصابون اللي كتكون فيه الرائحة. الصابون الطبيعي، صابون الطرف او صابون الحجرة او صابون المنجل، هادو كلهم صابون اللي طبيعي للبشرة هكا، باش البشرة كتبقى دائما زوينة، كتبقى دائما صافية ودائما مجبدة ودائما خالية من التصبغات. ايضا غادي نشارك معكم هاد الزيت ديال اللوز. زيت اللوز زوين بزاف، الناس اللي عندهم السن يعني من مثلا 20 سنة او من 16 سنة حتى 40 سنة يستعملوا زيت اللوز الحلو. النساء اللي عندهم فيت 40 سنة وحتى الرجال غيستعملوا زيت اللوز المر، لان زيت اللوز المر غالبا ما يعني خاصو يستعملوه النساء اللي كتكون عندهم فوق 40 سنة، اللي كيكون فيهم تجاعيد، دات فيهم تجاعيد، هما اللي كيستعملوا زيت اللوز المر. زيت اللوز الحلو يعني زوين بزاف، حتى هو كيحيد ليطاش من البشره. دهنوه بالليل، ضروري بالليل ماشي بالنهار، لان بالنهار غتخرجوا الشمس، ما ديروش يعني الزيت، غدهنوه بالليل كيصفي البشره، تيعطيك يعني الرطوبه، كيرطب لك البشره، تيحافظ لك على المرونه ديال البشره. المهمه البنات، واخا هاد كلمه البنات صراحه ما بقيتش بغيت نقولها بزاف في الفيديو، لانني كيتابعوني حتى الرجال غير يسمحوا ليا. فانا يعني القناه ديالي لجميع الناس، سواء كانوا رجال او نساء، مهم كل شيء يعني كنرحب بالجميع في القناه ديالي، غير هي الكلمه ديال البنات، البنات مشات ليا هكا في الفم ديالي. المهم غنحاول ما امكن ننقص منها، وهادشي اللي كاين حتى الرجال يعني ترحب بهم في القناه ديالي، لان القناه كل شيء كنبغي يستافد منها، دايرها باش كل شيء يستافد منها، ومرحبا بالجميع. المهم كان هذا هو الفيديو اللي بغيت نشارك معاكم بالنسبه لهذا الكريم. تستعملوه لمده اسبوع وغادي تعاودوا تستعملوا واحد جديد هكذا، غادي تمشوا هكا على هذا الريتم هذا، ودائما تبقاو تستعملوا هذا الكريم لانه زوين، وكل ما زدتي استعملتيه غتلاحظي واحد النتائج رائعه على البشره ديالك. بالنسبه للناس اللي قلت لكم من فوق 40 سنه استعملوا زيت اللوز المر، والناس اللي اقل من 40 سنه استعملوا زيت اللوز الحلو، فهو زوين بزاف هكا باش تحافظوا ان شاء الله على البشره ديالكم. اللي عنده شي سؤال استفسار مرحبا، تبعت عندي التعليقات ان شاء الله نجاوبها بكل فرح. وشكرا لكم على المتابعه، غادي نتلاقاو ان شاء الله مع وصفات جديده، وفي امان الله.